السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فكرة جديدة. النهاردة هنتعلم مع بعضينا ازاي نصلح مكوة اللحام البايظة. تمام، اول حاجة هنبدأ نفك المسمارين دول. تمام، نطلع السلاح بتاع المكوة. تمام بالشكل ده كده، هنبدأ نسحب السلاح وهنيجي هنا نبدأ نفك ديت. تمام، وهنطلع هيتر السخان القديم. بص عامل ازاي. طبعا انا جايب واحد جديد، ده سعره عامل 15 جنيه، ده 60 واط. تمام، نبدأ طبعا نقطع دول، خلاص كده ملهاش لازمة. تمام كده احنا قشرنا الفردتين، هنبدأ نركب هيدر السخان. هنلحم سلك هنا. تمام، سلك هيبقى كده. متنساش تدعم ابن بلدك، تدعم ابن مصر بلايك، اشتراك للقناة، قناة لسه جديدة، وفعل زر الجرس عشان يصلك كل اشعاراتنا. انا باذن الله كل يوم هرفع فيديو كده. ايه، لحمنا اول فرد، تاني فرد هنلحمها برضو هنا بالشكل ده كده. تمام، هنجيب شيت اللحم نبدأ نعزل الفرتتين دول. عزلنا اول واحدة، هنعزل التانية برضو. تمام، ونبدأ نسحب كده من تحت. تمام، نيجي هنا نفك المسمارين دول بتوع الهيتر الجديد. تمام كده، ايه، ركبنا الهيتر الجديد بالشكل ده. تانية حاجة نركب المسامير اللي احنا فكناها. طبعا في مسمار تخين ومسمار صغير. المسمار الكبير دوت هيركب في الناحية دي. الصغير الناحية التانية. هنبدأ بقى نركب سن المكوة. نربط بقى المسامير ديت. تمام، هنبدأ بقى نقفل الغطا تاني بتاع المكوة. تمام، وهنيجي هنا، هنيجي هنا في الآخر هنحط مسمار عشان السكة ما يلفش. بس كده، ربكم الفكرة عجبتك، متنساش اللايك للفيديو، اشترك للقناة، فعل زر الجرس.